صباح الخير يا شباب، يا رب تكونوا في احسن حال. طبعا بعتذر للي شاف الفيديو الاولاني، هو كان اول 8 دقائق بس اللي فيهم صورة، وبعد كده ما كانش فيه اي حاجة، فمعلش بقى هنعيده تاني كده مع بعض. خلينا الاول نكون متفقين انه احنا مش هنعمل حاجة، يعني مش هحل كل ال... مش انا مش هحل حاجة اصلا، انا بس هديكوا افكار ازاي ممكن، يعني كأننا بنراجع، بس هنراجع ازاي مثلا نجيب الوسط الحسابي، ازاي نجيب الوسيط كده. فهنبص بصة كده ايه المطلوب ونشوف نراجع عليه ازاي كان يتجاب. اول حاجة، هو طالب مقاييس النزعة المركزية جبريا وبيانيا مع توضيح العلاقة بين الاسلوبين، وذلك بتصميم جميع انواع الجداول التكرارية. واحدة واحدة كده، أول حاجة احنا عايزين تصميم جميع الأنواع الجداول التكرارية. يعني ايه جداول تكرارية؟ يعني في جدول تكراري عادي، وفي جدول تكراري متجمع صاعد، وفي جدول تكراري متجمع هابط. أنا هوريكم الجدول التكراري العادي خالص، هوريكم ازاي نعمله على إكسل. انتوا مفترض ان انتوا خدتوا تعملوه بإيديكوا. ازاي بنعمله بإيدينا؟ ازاي؟ بشكل سريع كده بشوف أصغر قيمة، تقريبا أصغر قيمة قدامنا أنا اللي لمحاه بعيني 65، لا في 62، مش عارفة في حاجة أصغر من كده ولا لا، أنا مش واخدة بالي. وأكبر حاجة تقريبا هي 128، هنا مفيش، هنا مفيش حاجة أكبر، لا في 128، دي أكبر حاجة لغاية دلوقتي قبلي. فأنا بشوف الأصغر والأكبر وأقسم ما بينهم، يعني ممكن أقول إن أصغر حاجة 62، ممكن نمشيها مثلا من 60 ل 70، ومن 70 ل 80، من 80 ل 90، من 90 ل 100، وهكذا. وابتدي اشوف في كام حد جايب من 60 ل 70، ابتدي ادور كده بعيني واقوم مسكناهم. الدكتور لو تفتكروا كان بيعمل كده بالشكل، هوريه لكم كده بسرعه في الليكتشرز بتاعتكم في المحاضره الاولى. مش انا مش عايزه امشي ده، لان هو ده سهل، يعني تقدروا تعملوه لوحديكم كده تاني او تفتكروه، بس هوريكم ازاي نعمله على اكسل بشكل اسرع شويه. ادي الطريقة النظري، سوري كانت في الأسبوع التاني، أنا آسفة، اللي هي ادي جدول اهوت أرقام عادية، دي كده اسمها بيانات خام، يعني بيانات لسه ما بوبتهاش، بيانات خام خالص. عايزة أحولها بقى لجدول تكراري، يعني أعملها في فئات كده، بقسمها من 50 إلى، ومن 55 إلى، ومن 60 إلى، وابتدي أعمل التفريغ ده. كل ما أقابل واحدة في الفئة دي بعمل لها شرطة، وفي الآخر أعد الشرط. كنت عايزة أقول لكم مش فاكرة إيه هنا بصراحة. المهم خلينا نشوف ده ممكن نعمله إزاي على الإكسل بسهولة. أنا عندي شوية بيانات أهي غير بتاعتكم خالص، هعدل بس دي كده، هي 16.3، فدي بيانات كده. أي بيانات بقى؟ أنتوا ممكن تكتبوا نفس البيانات بتاعة الدكتور بس تحطوها ورا بعضها، ما مش في شكل الجدول ده، لا بيانات خام كده ورا بعضها على طول. هعمل insert، هعمل pivot table، هقول له pivot table، وبيسألني فين الداتا اللي انت عايزه تعمليها، فاقوم جايه معاه. بصي بدوس هنا علشان خاطر يعني يديني مساحه اعلم عليها، فانا هقول له فين الداتا اللي انت عايزاها، اقوم دايسه هنا واقوم معلمه على كل الداتا اللي انا عايزاها، بما فيها اول صف خالص لازم اسميها اي اسم. فانا سميتها مثلا البيانات، لازم اسمي هنا اول صف ده العنوان بتاعي، ماشي، وادوس هنا تاني. بعدين يقول لي تشوز وير يو وانت، عايز الريزلتس بتاعتك فين، في نيو ورك شيت ولا في الاكزيستنج؟ اكزيستنج يعني الحالي، انا عايزاه في الورك شيت ده، فين بالظبط؟ في اي حته بقى فاضيه كده على جنب. يبقى تاني انا عملت وهقول له اوكي، انا عيد بس الخطا او خلينا نعيدها في الاخر. بعدين البيانات اهي هقوم واخداها وحطاها هنا، وهتظهر لي الكلمة دي تاني، أقوم واخداها وحطها هنا، هيطلع لي الجدول ده تاني كده. نعيد الخطوتين دولت. أول حاجة عملت insert pivot table، بيسألني فين الداتا بتاعتك، قمت قايلة له هي دي ومعلمة عليها كلها، وبعدين دوست هنا. طيب عايزة الريزلتس بتاعتك تتحط فين، اخترت existing worksheet وقمت معلمة على أي حاجة فاضية، وقلت له اوكي. هاخد كلمة البيانات دي واقوم صاحبيها هنا، واخد كلمة البيانات دي واقوم صاحبيها تاني هنا، هيطلع لي الجدول ده. هاجي عند الجدول ده ادوس على دي مرتين واختار count، هيطلع لي كده. هقوم دايسة على اي حاجة في العمود ده وكليك اليمين،
واختار جروب. هنا هو بيطلع لي الماكسيمم وبيطلع لي المينيمم. المينيمم بتاعي واحد والماكسيمم 324. هي بصراحة مش 324 ولا حاجة، هي مكتوبة غلط، بس يعني في حاجة هنا دي مثلا 32.4، هي مش 320، معلش. ف هعمله يعني هعيد تاني كده بس الخطوات سريعا عشان يأبديت الستابس بتاعته. هنا كمان يو فيلد، اقول له انا عايزه البيانات دي. انا بعيد نفس الخطوات بس تاني عشان انا غيرت رقم. ماشي، عملت الخطوه دي، هدوس هنا دوستين واقول له كاونت. عملت الخطوه دي، هدوس كده كليك اليمين واعمل جروب. طيب كده بقت المينيمم بتاعي واحد والماكسيمم بتاعي 37.4. انا عايزة اقسمهم، فانا هقول له انشيهم خمسات، يعني ما يبقى من واحد مثلا لخمسة، ومن خمسة لعشرة، ومن عشرة لخمستاشر، وهكذا. انتوا بالنسبة لكم انتوا عندكم مثلا من 60 لـ130 ممكن تمشوها عشرات، يبقى من 60 لـ70 وهكذا. فهي خمسة او عشرة دي على حسب اللينس الطول اللي انا عايزاه، فانا عايزة امشيها خمسات، انتوا ممكن تمشوها عشرات، ودولت هو بيحطهم اوتوماتيك عن رقم الماكسيمم والرقم المينيمم اللي عندي. وهقول له اوكي، طلع لي الداتا بالطريقه دي. ده كده بقى فريكوانسي تيبل اللي احنا متعودين عليه عادي خالص، اللي هو الجدول التكراري. دي هاخدها واقوم مغيره اسمها واسميها الفئات، ودي هغير اسمها واسميها التكرارات. يبقى ادي الفئات وادي التكرارات. طيب خلينا نرجع المسألة بتاعتكم تاني. هي كانت بتتكلم عن درجات 80 طالب. الدرجات دي حاجة ممكن تقبل ونص، فأنا الأفضل يعني آخد ده لما هاجي آخده. أنا طبعا هاخد الكلام ده على وورد وأظبطه، ما تكتبهاش بقى من واحد لستة كده، اكتبها من واحد وسيبها فاضية. فاهميني بقول إيه؟ يعني أنا هاخد دولت كده كوبي، وهاجي مثلا في اي حته كده في صفحه اكسل فاضيه وهقول له بيست. مش هيبست بالطريقه دي، لازم هقول له بيست از، انا هاخدها كوبي از، معلش انا واخدتها كوبي تاني، هعمل لها بيست فطلعت كده. اعدل بقى هنا، هو مش هيقبل تعديل على الاكسل لكن هيقبل هنا. انا هخليها من واحد الى ومن ستة الى، اسيب بقى اسيبها بس مفتوحة كده من الجنب لغاية اخر واحدة بس اللي هقفلها. وطبعا جراند توتال دي ترجمها لكلمة المجموع. امشيها بقى زي ما انت عايز، لمين شمال شمال لمين، as you ايه as you like. طيب عايزين نشوف بعد كده. كده انا عملت التيب الجدول التكراري العادي خالص. عايزين نرسمه، احنا عايزين نرسم مضلع تكراري، منحنى تكراري، ومدرج تكراري. الاساس ان انا هرسم معاكم المدرج التكراري وهسيبكم الاثنين التانيين. هعمل insert pivot، بدل pivot table بقى هخليها pivot chart. عايز ترسمي ايه؟ ايه الجدول اللي انت عايزه ترسميه؟ فهعلم على الجدول الجديد اللي انا طلعته ده، بس مش محتاجه احط التوتال ده، يعني سوري انا هعلم كده بس لازم احط العناوين لغايه قبل المجموع، وهقول له اوكي. عايزه تحطيه فين؟ عايزه احطه في اي حته فاضيه كده، وهقول له اوكي. هاخد كلمه الفئات دي واحطها هنا، وهاخد كلمه التكرارات دي وهحطها هنا، هيطلع لي شكل الرسمه دي. طيب بس ده مش شكل مضلع ولا منحنى ولا اي حاجه خالص. انا مفترض ان انا عايزه ارسم دلوقتي مدرج التكراري. المدرج التكراري بتبقى الاعمده دي لازقه في بعضها، فهاجي من ديزاين واختار شكل يبقى فيه الاعمده لازقه مع من بعض، اللي هو الشكل ده. جميل كده، فاضل بس ان انا احدد الفواصل. فواصل مش واضحه قوي، هقوم جايه كليك اليمين وهقول فورمات داتا سيريز، اجي عند البوردر واخليه سوليد لاين، واخليه اي لون بقى يبقى واضح كده. خلاص انا رسمت ايه المدرج التكراري بتاعي. هعيد كده الخطوات بتاعتي تاني بسرعه خالص، وغلط كل ده واعيده معاكم كده بسرعه. عملت insert pivot table علشان خاطر اجيب الجدول،
سلكت الداتا بتاعتي، علمت على البيانات بتاعتي بما فيها كلمة البيانات اللي فوق، وبعدين قال لي عايزة تحطي فين؟ في existing worksheet، في أي حتة فاضية. وقلت له أوكي، هاخد كلمة البيانات وانزلها هنا، وهاخد كلمة البيانات وانزلها هنا، طلع لي الجدول ده. هاخد عند sum of بيانات مرتين واخليها count، وبعدين اكليك المين على اي حاجة في العمود ده، كليك كده المين، ما كليك المين عندي بيعلق لحد ما هوصل لجروب، وهو مديني المينيمم ومديني الماكسيمم. هيسألني اجروب باي ايه؟ انا بالنسبة لي 5، بالنسبة لكم انتوا 10 كويس، او 5 as you like بقى، مش ما فيهاش مشكلة. المهم طلع لي الريزلتس، غير بقى ان دي كلمة فئات ودي كلمة تكرارات وهنا كلمة المجموع، وخدهم كوبي وبيست على الوورد. ممكن ما يقبلوش معاك تغييرات هنا، غيرهم في الوورد عادي براحتك خالص. وبعدين امسح الحدود العليا دي وسيب بس لحد ال ايه يعني اللور ليميت، مش الحد الصغير يعني. طيب وبعدين هعمل انسرت تاني في اي حته بقى فاضيه، انسرت بيفت شارت رسمه. فين الجدول اللي انت عايز ترسمه؟ هو الجدول الصغير اللي انا طلعته ده، بس ما خدش التوتال عشان ما يطلعليش التوتال كعمود اهو. وعايز تحط الريزلت بتاعتك فين؟ في اي حته فاضيه. وقلت له اوكي، طلع لي ده. هاخد دي احطها هنا، واخد دي اللي هي التاني واحده احطها هنا. طلعت لي الرسمه، بس ما طلعتش الرسمه بتاعتي اعمده متصله، اخليها متصله من هنا، الشكل بتاع الاعمده المتصله دي كده تمام. عايزه بقى كليك المين وفورمات داتا سيريز، اقول له بوردر كولر خليه سوليد، انا عايزه اوضح البوردرز بتاعتي وخليها اسود كده. رسم لي الرسم، اغير بقى هنا مثلا اكتب ايه ده، مدرج تكراري، مدرج التكراري، ودي التكرارات، ودي هو كان تقريبا بيتكلم عن سن العمال، اي حاجه بقى الفئات اللي هو بيتكلم عنها ممكن نسميها الفئات، وانت تشوف الموضوع بتاع المساله وتكتبه. ده كده رسمه المدرج التكراري، وده جدول التكراري. عايزين الجدول المتجمع الصاعد، انا هجيب سيرته كده كده وانا بشرح الوسيط تاني. المتجمع الهابط بقى ارجعوا لخشكولكم كده وافتكروا بتعملوه ازاي. طب المنحنى والمضلع التكراري كنا بنعمله ازاي؟ لو تفتكروا كنا، لو احنا بنعمل بايدينا، انا هسيبكم انتوا تدوروا على اليوتيوب ازاي يتعمل بالاكسل، انا فعلا مش عارفه ومحاولتش ان انا ادور، انتوا ممكن تدوروا على فيديوهات او تعملوه بايديكوا لو حابين، او تعملوه بورد او بينت اي حاجه. المهم ان انا بقسم كل عمود من النص بالظبط، بقسم كل عمود في النص بالظبط واوصل النقط دي ببعضها. لو وصلتها بخط مستقيم ده كده مضلع تكراري، لو وصلتها بايدي ده كده منحنى تكراري. انا مثلا كنت بجرب معاكم كده في الفيديو اللي فات كروكي على المدرج التكراري، ورسمته اهوت. انا مش عارفه والله اترسم معايا حتى ازاي بالطريقه دي، كان في اعمده اهيت، وصلت قعدت وصلت بلاينز، قعدت بقى عملت انسيرت مثلا، ومن الشيبس عملت انشيب الاولاني، وصلت نص العمود، او خليني اعمله معاكم الاول تاني احسن. اهو ادي خدت ده كوبي وخدته على الوورد، وبعدين جيت في كل عمود هوصله من النص. انا عملته بالوورد، شوفوا انتوا طريقه تانية ممكن يطلع سهل بالاكسل، ما جربتش والله. هاخد من نص العمود ده لنص العمود ده، ادي كده ده خط، وبعدين هانسرت تاني. ممكن بقى تغير لونه عشان يبقى اوضح، من هنا لهنا، وبعدين هانسرت تالت من هنا لهنا، ده واصل ببعضه. بعدين انسرت برضو، كل مره بقى انسرت في لاين معين. يعني دي فكره من الافكار، انت بقى ممكن تبقى عندك 100 فكره تانية. المهم ان انا بوصل كل نص عمود ببعضه، في نقطه بعملها واقوم موصله بيها. انت تتاكد انه بيعمل بس ريكورد تمام. عايزين نقول ايه تاني؟ وصلته بقى بايدك او وصلته بالمسطره، لو بالمسطره يبقى مضلع،
ولو بإيدك يبقى منحنى، تمام كده. بس انا ممكن بقى احاول يعني اخليه اوضح، مثلا علمت على الاعمده وعملت عليها كليك المين فورمات داتا سيريز، انا هخليها شفافه، يعني اخلي الفيل بتاعها نافيل شفافه عشان تبقى مثلا اوضح شويه، وهكذا. شوف بقى الطريقه اللي انت تحبها، المهم ان انت وصل نص الاعمده ببعضها او اعملها بايدك. دي حاجه، ده كده نص الايه بتاع السؤال الاولين، مش كله بس يعني حتة منه. احنا فين فين ال assignment اهو. عايز بقى مقاييس النزعة المركزية جبريا وبيانيا، طبعا توضيح العلاقة بين الأسلوبين. انت بقى تعمل سيرش على النت اي حاجة نظري كده وتكتب فيها. عايزين مقاييس النزعة المركزية، ايه هي مقاييس النزعة المركزية؟ اللي هي الوسط الحسابي والوسيط والمنوال. انا رجعت للدكتور وقال لي ان هو عايزهم بعد ما اعمل جروبنج للداتا، بعد ما اعمل تبويب للبيانات. يعني ايه تبويب للبيانات؟ يعني هو الجدول ده اللي انا طلعته هو ده اللي انا هاخده واشتغل عليه كل حاجه بعد كده. طيب دي طبعا اتفقنا اسمها الفئات، ودي اسمها التكرارات اللي هي الكيف. اول حاجه عشان اجيب مثلا الوسط الحسابي، خلينا نفتكر كنا بنجيب الوسط الحسابي ازاي. انا هاخد اكزامبل مثلا تاني، هو اللي انا كنت محضراه فهشتغل بيه. مثلا ده جدول فيه فئات وفيه تكرارات، اللي هو زيه بالظبط زي ده بس الارقام مختلفه. فاكرين لما قلت لكم سيبه مفتوح كده من الجنب؟ هو ده زيه بالظبط اهو، مفتوح بقى من صفر الى، دي الفئات ودي التكرارات، من صفر الى ومن اتنين الى وهكذا. اول خطوه لازم اجيب عمود جديد اسميه سين. ايه سين ده؟ سين ده مركز الفئه. يعني ايه برضو مركز الفئه؟ يعني الفئه الاولانيه دي اللي هي الناس اللي عندها مثلا من صفر لسنتين. الناس اللي عندها من صفر لسنتين، ايه اللي في النص بالظبط؟ ايه اللي ما بين الصفر والاتنين؟ الواحد. اللي ما بين الصفر، انا هتاكد من الريكورد والله الواحد ماشي، اللي ما بين الصفر والاتنين هو الواحد. عرفت ازاي؟ قلت صفر زائد اتنين على الاتنين هيديني الواحد. طب هنا اتنين زائد دي حدها الاعلى الاربعه، يبقى اتنين زائد اربعه على الاتنين يبقى تلاته. هنا من اربعه لسته، يبقى اربعه زائد سته على الاتنين يبقى خمسه. هنا 6 زائد 8 على 2 يبقى 7، هنا 8 زائد 10 على 2 يبقى 9، وهكذا. كده جبت عمود س. تاني جبت عمود س اللي هو مركز الفئة ازاي؟ الحد الأدنى اللي هو ده زائد الرقم المستخبي اللي هنا على 2، ده زائد اللي جنبه على 2، ده زائد ده على 2، وهكذا. يعني مثلا في جدول إكسل بتاعي ده أنا هعمل عمود جديد وهسميه س، هجيبه ازاي؟ أهو انا هنا من 1 ل 6، يبقى 1 زائد 6 على 2، هنا 6 زائد 11 على 2، هنا 11 زائد 16 على 2، وهكذا. ده عمود اسمه س. طيب بعد كده هجيب عمود جديد اسمه ك س. جبته ازاي انا ك س دوت؟ ضربت عمود ك اللي هو التكرارات في عمود س. فين عمود ك في الاكسل؟ اللي هو ده. خليني اغير الاسامي معاكم بسرعه عشان نبقى فاهمين احنا بنعمل ايه. ده اسمه عمود كاف وده اسمه عمود الفئات اللي احنا رمزين له بفه. يبقى دي فه وكاف، وجبت سين. سين ده جبته ازاي؟ لو واحد زائد ستة على الاتنين، ستة زائد 11 على الاتنين، وهكذا. هعمل بقى عمود جديد كاف في سين، اضرب كاف ده في سين اللي طلع لي هنا. طيب كده جبت كاف في سين. اعوض بقى في القانون بتاعي، القانون اهو مجموع كف س، انا دايما هزود خانه تحت اللي هي المجموع. مجموع كف س هنا ب 58 مقسوم على مجموع كف، مجموع كف اللي هو ال 40. سهل قوي الكلام كده. ده كده اسمه الوسط الحسابي. سهل ولا في مشكله؟ يعني لو في مشكله ابقوا زمروا لي بس يا جماعه، يعني قولوا لي ان في مشكله ونحاول نوضحها مع بعض. عايزين نشوف بعد كده المنوال. المنوال برضو ده سهل قوي قوي، هنخش في مثال على طول. برضو دي الفئات اهي، وده التكرارات بتاعتي، او خلينا نفس المثال اللي فات، ده الفئات وده التكرارات بتاعتي. اول حاجة هبص على التكرارات اللي هي كاف، وهدور على اعلى قيمة. اعلى حاجة في التكرارات هنا ايه؟ التلاتة. علمت عليها. معلش يا جماعة اللي مش فاهم احصاء اصلا لازم تبقى فاهم كويس قوي الفرق بين الفئات والتكرارات. الفئات يعني كأني بقول في كام واحد عنده من صفر لسنتين، التكرار يبقى عددهم اتنين.
الفئات، فئة الناس اللي عندها من 2 لـ4 تكرارها يعني عددهم 1. فأنا لما بشوف المنوال، المنوال ده معناه بالعربي القيمة الأكثر تكرارا، أكتر حاجة متكررة قدامي، أكتر حاجة متكررة يعني أكبر تكرار، أكبر تكرار هنا هو 3، ليش دعوة طبعا بالمجموع، فعلمت عليه. يبقى دي أول خطوة في المنوال، شفت أكبر تكرار وعلمت عليه. طب هجيب فرق 3 عن اللي فوقيها، ده اسمه دلتا 1، وهجيب فرق 3 عن اللي تحتيها وده اسمه دلتا 2. يبقى فرق 3 عن الواحد 2، لكن فرق 3 عن الاثنين 1، يبقى دي دلتا 1 ودلتا 2. وأعوض بقى في القانون، القانون بيقول إيه؟ الحد الأدنى لفئة المنوال، هي فين فئة المنوال اللي أنا معلمة عليها دي؟ فين الحد الأدنى ليها؟ الـ4، دايما ده اسمه الحد الأدنى، والرقم الممسوح ده اسمه الحد الأعلى، يبقى ده الحد الأدنى وده الحد الأعلى. يبقى الحد الأدنى لفئة المنوال اللي هو الـ4 دي، زائد دلتا 1 أنا حسبتها بـ2، طيب وهي تحت دلتا 2 زائد دلتا 1 يعني 2 زائد 1، في ف اللي هو طول الفئة، طول الفئة يعني الفئة طويلة قد إيه؟ مش الفئة دي من 4 لـ6 يعني طولها 2، في المثال اللي انتوا بتحلوه احنا اتفقنا مثلا ان انتوا تعملوها 10 يعني طولها 10 مثلا، المثال اللي انا كنت بحله دلوقتي، تعال نشوفه كده ونشوف هحله ازاي لو انا بجيب المنوال. اهي دي الفئات بتاعتي وادي التكرارات، فين اكبر تكرار؟ 9، يبقى هي دي فئة المنوال بتاعتي. لو عايزة اعوض الاول اجيب دلتا 1، فرق 9 عن اللي فوقيها 1، يبقى دي الدلتا 1، وفرق 9 عن اللي تحتيها 5، فرق الـ9 عن الـ4 بـ5، يبقى دي الدلتا 2. وعوض بقى في القانون بتاعي، فين القانون؟ خليه قدامنا كده اهو، الحد الأدنى لفئة المنوال زائد دلتا 1 على دلتا 1 ودلتا 2 انا جبتهم اهو، عايز اجيب بس ف وعايز اجيب الحد الأدنى لفئة المنوال، فين الحد الأدنى لفئة المنوال؟ 6. دلتا 1 قلنا اللي فوق فرقها عن اللي فوقيها، دلتا 2 فرقها عن اللي تحتيها، طول الفئة، الفئة دي طويلة قد ايه؟ الفئة دي من 6 لـ11 يبقى طولها 5، ما انا اصلا ظبطتها على الاكسل ان هي 5، انتوا بالنسبة لكم لو هتمشوها عشرات تبقى طول الفئة بتاعتي 10، وهكذا. واحدة كمان نبص على المنوال مرة أخيرة، مسألة كمان على المنوال. نشوف دي اهو، اكبر تكرار وعلمت عليه 8، انت معلمة عليها، فرقها عن اللي فوقيها دلتا 1 4، فرقها عن اللي تحتيها برضو 4، ده دلتا 2. وعوض في القانون ده، الحد الأدنى لفئة المنوال اللي هو 15 زائد دلتا 1 اللي هو 4 على دلتا 1 اللي هي 4 زائد 4 في ف طول الفئة، الفئة دي طويلة قد إيه؟ هي من 15 لـ19 يبقى طولها كام؟ 19 ناقص 15 يعني 4، يبقى طولها 4، ف ده اللي هو طول الفئة بتاعتي. ادي المنوال اللي هو مقياس النزعة المركزية الثاني. احنا كده اتكلمنا عن الوسط الحسابي واتكلمنا عن المنوال، تعالوا نشوف الوسيط. وهقول معاه بالمرة الرباعيات، الرباعيات دي مقاييس تشتت بس انا هقولها لانها شبهه بالظبط. اول حاجة انا بس هعدل دي عشان كنت بوريكوا حاجة. أول حاجة في الوسيط لازم أجيب حاجة اسمها تكرار متجمع صاعد. يعني إيه تكرار متجمع صاعد؟ تعالوا نقرأ كده الجدول ده مع بعض. الجدول ده بيقول الفئات اللي هي الفئة بتاعتي، الناس اللي جايبة من 5 لأقل من 10 عددهم 2، اللي من 10 لأقل من 15 عددهم 4، اللي من 15 لأقل من 20 عددهم 6، وهكذا. تكرار متجمع صاعد ده بقى معناه الناس اللي جايبة أقل من 5 عددهم كام؟ هو أول حاجة عندي اللي جايبين من 5 لـ10 عددهم قلنا كام؟ عددهم 2. هل بقى في حد جايب أقل من الخمسة؟ مفيش. بص أوريها لك تاني بشكل أوضح شوية. أنا هعمل كده. بص ده من 5 لـ10، في حد فوق الخمسة؟ في حد أكبر من 5؟ مفيش حد فوق الخمسة. طب اللي اقل من 5 0. طب انزل كده بتاع ده شويه، في حد اقل من 10؟ يعني اللي فوق ال10، مش دي ال10 اهي، انا هاخد ده وهخبي ال10
وابص على اللي فوقيها 2، يبقى اللي اقل من 10 2. طب اللي اقل من 15 خبي عند ال 15، اللي اقل بقى من 15 هم 2 و4 يبقى 6. طيب اللي اقل من ال 20 هاجي كده، ادي ال 20 اهي، هاخدها اخبيها واشوف اللي فوقيها 2 و4 و6، يبقى التوتال بتاعهم 12. طب اللي اقل من 25 هخبي عند ال 25 واجمع كل اللي فوقيها 2 و4 و6 و8، بقوا كام؟ بقوا 20. اللي اقل من 25 20، اللي اقل من 30 هخبي، يعني ادي ال 30 اهي هقوم جايه مخبياها واجمع كل اللي فوقيها كل ده طلعوا ب 25. اللي اقل بقى من 35 اللي هي اخر فئه خالص كلهم، ما كلهم دولت مجموعهم كام؟ مجموعهم 30. فهو دوت الايه؟ التكرار المتجمع الصاعد. تاني انا همسك كل فئه دي 5، فاقول الاقل من 5، الاقل من 5 كام؟ هخبي واشوف في كام واحد فوق الخمسه، انا خبيت اهو، في كام واحد فوق الخمسه؟ مفيش، صفر. طب اللي اقل من 10 هخبي اللي فوق ال10 ويبقوا 2، اللي اقل من 15 هخبي ال15 ويبقى اللي فوقيها 6، وهكذا. يبقى دي اول خطوه، جبت التكرار المتجمع الصاعد، ده فئاته وده تكراراته. تاني خطوه اجيب ترتيب الوسيط. الوسيط بقى ترتيبه كام؟ ترتيبه فين؟ ترتيبه نون على الاتنين. نون يعني عددهم، هم عددهم كام؟ انا بالنسبه لي 30، انتوا بالنسبه لكم عددهم 100. طيب يبقى 30 على الاتنين بتساوي 15. اسال نفسي ال 15 دي ساكنه فين في الحته الجديده اللي انا عاملاها دي في التكرارات الجديده؟ ال 15 دي ساكنه ما بين ال 12 وال 20، ساكنه هنا صح كده؟ يبقى انا ممكن اجي هنا، ده معلش انا كنت اشرح معاكم قبل كده فده لسه ما اتغيرش، ده ترتيب الوسيط اللي هو بيساوي ال 15. ساكنه فين ال 15 دي؟ ما بين هنا وهنا، ما بين ال 12 وما بين ال 20. تمام كده يا شباب؟ طيب هعوض بقى في القانون ده. القانون بيقول لي الحد الادنى لفئه الوسيط، هي فين فئه الوسيط؟ مش احنا قلنا الوسيط ساكن هنا، ترتيبه رقم 15 وهو ساكن هنا. ساكن هنا يعني فئاته كام؟ ما بين الاقل من 20 والاقل من 25. يبقى دي كده فئه الوسيط اللي هو في النص، هو حاجه هنا في النص. يبقى الحد الادنى عندي لفئه الوسيط هو ال 20. تمام؟ طيب حد الادنى لفئه الوسيط زائد ترتيب الوسيط، هو ترتيب الوسيط كام؟ ما انا لسه حاسباها اهو، نون على الاثنين ب 15، ادي ترتيب الوسيط، ناقص الرقم اللي فوقيه في كام فوق ال 15؟ في 12 اهو، يبقى 15 ناقص اللي فوقيها على اللي قصادها الناحيه الثانيه اللي هي 8 في طول الفئه اللي هي الخمسه. هقول تاني، أنا الأول جبت التكرار المتجمع الصاعد، جبت ترتيب الوسيط ال 15، شفت ال 15 دي ساكنة فين؟ ساكنة في النص هنا. طيب هاجي بقى أقول في النص ده يبقى الحد الأدنى للفئة، خده من هنا يبقى ال 20. ده هو الوسيط ساكن في النص، يبقى الحد الأدنى لفئاته هو ال 20 زائد ترتيب الوسيط، ما أنا حاسباه أهو 15، ناقص الرقم اللي فوق ال 15 اللي هو ال 12 على اللي قصاده الناحية التانية اللي هو ال 8. كده أنا جبت الوسيط. طيب خليني أعمل لكم مسألة كده تانية سريعة مع بعض أهو. سوري عايزين نكوبي ده ونحطه هنا. مثلا هغير بس التكرارات وهسيب كل حاجة تانية. ده مثلا 2 وده مثلا 6، دي كده كأنها مسألة جديدة. 8 4 5 و5 دولت التوتال بتاعهم، ادي 10 20 30 برضو. اللي أقل من 5، حد بقى يعني ركزوا كده معايا ونعملهم تاني من الأول. اللي أقل من 5 كام واحد جايب أقل من 5؟ مفيش، صفر. طيب كام واحد أقل من 10؟ هغطي بإيدي عند ال 10 وأشوف فوقيها كام؟ فوقيها 2. طيب كام واحد جايب اقل من 15؟ هغطي عند ال 15 كده واشوف مجموع اللي فوقيها 8. طب كام واحد اقل من 20؟ هغطي عند ال 20 واجمع كل اللي فوقيها دولت 16. طيب كام واحد اقل من ال 20؟ هجمع
اقل من 25، اسفه، هجمع كل اللي فوقيها دولت هيطلعوا 20. طيب كام واحد اقل من 30؟ هخبي ال 30 واجمع كل اللي فوقيها يطلعوا 25. كام واحد اقل من 35؟ مفيش بقى، كلهم كلهم دول مجموعهم كام؟ 30. كده جبت التكرار المتجمع الصاعد. اسال نفسي ترتيب الوسيط عددهم على الاثنين. انا في حالتي عددهم 30، انتوا في حالتكم عددهم 100، يبقى 30 على الاثنين ب 15. حلو. اسال نفسي ال 15 دي ساكنه فين؟ المره دي لقيت ال 15 دي ساكنه ما بين ال 8 وال 16، يعني ساكنه هنا، صح كده؟ ادي الترتيب الوسيط. طيب اعوض بقى في القانون، الحد الادنى لفئه الوسيط هو ساكن هنا اهو في النص، يبقى الحد الادنى ليه ال 15 دي، اللي هو اقل من 15، فيبقى الحد الادنى بتاعه هو ال 15 زائد ترتيبه، ما انا حاسباه اهو، 15 ناقص مجموع التكرارات السابقه، الحاجات اللي سابقه ليه، يعني ال 15 ناقص اللي فوقيها 8 على اللي قصادها الناحيه الثانيه اللي هي 8، يبقى 15 ناقص اللي فوقيها اللي هي 8 على اللي قصادها الناحيه الثانيه في التكرارات اللي هي ال 8، ادي اللي قصادها الناحيه الثانيه. في طول الفئه، الفئه دي طويله قد ايه؟ طولها 5. عرفت منين؟ ما هي من 15 ل 20، طولها قد ايه؟ 5. حالتكم هيبقى طولها 10. اللي بقى كان حالل على الاكسل ياخد باله كويس قوي انا ايه الفئات وايه التكرارات، هكون تكرار متجمع صاعد واكون تكراراته واحل زي الاكزامبل ده كده بالظبط. طب ده الوسيط. لو انا عايزه اجيب بقى الربيع الاول والربيع الثالث بالمره، بعمل نفس الخطوات بالظبط، بس بدل ما بجيب النون على الاثنين بجيب نون على الاربعه. يعني في الاول خالص جبت تكرار متجمع صاعد بنفس الطريقه، هجيب بقى ترتيب الربيع الاول نون على الاربعه، 30 على الاربعه بسبعه ونص، واسال نفسي هي السبعه ونص دي ساكنه فين؟ هلاقيها ساكنه هنا. ده كده ترتيب الربيع الاول، هو ساكن في النص هنا بيساوي سبعه ونص. ادي الربيع الاول ساكن هنا ما بين الاثنين والثمانيه، واقوم جايه الحد الادنى لفئه الربيع الاول، هغير بس القانون، كل كلمه وسيط اخليها ربيع اول او ثالث على حسب بقى. يبقى الحد الادنى لفئه الربيع الاول هو ساكن هنا، يبقى حده الادنى فين؟ اللي هو ما بين 10 و15، يبقى حده الادنى باخده من ت م ص دي، يبقى هو ال 10، ادي حده الادنى. زائد ترتيبه، ما انا حاسبه ترتيبه اهو، ترتيب الربيع الاول بسبعه ونص، يبقى سبعه ونص. ناقص، ناقص ايه؟ ناقص مجموع التكرارات السابقه، يعني السبعه ونص ناقص اللي فوقيها، دايما هي الحاجه اللي انا جايباها دي ناقص اللي فوقيها على اللي قصادها الناحيه الثانيه دي، يبقى سبعه ونص ناقص اتنين على السته، سبعه ونص ناقص اتنين على السته. وما انساش اضرب فيه طول الفئه، الفئه دي طويله قد ايه؟ هي من 10 ل 15، يبقى طولها 5. ادي الربيع الاول. الربيع الثالث نفس الخطوات بالظبط، بس بجيب الحاجه اللي ترتيبها 3 نون على الاربعه، يعني 3 في 30 ب 90 على الاربعه ب 22 ونص. تاني، انا هنا كنت بجيب نون عددهم على الاربعه، هنا هيبقى 3 في نون، نون عندي 30، نون عندكم 100، يبقى 3 في 30 على 4 ب 22 ونص. ساكنه فين ال 22 ونص؟ خلينا نعمل واحده ثانيه كده. ساكنه فين ال 22 ونص؟ ساكنه هنا. يبقى ده كده الربيع الثالث ترتيبه، ده ترتيب الربيع الثالث بكام؟ ب 22 ونص، ساكن كده في النص. ايه اللي انا كتبته ده بصراحه؟ طيب ساكن هنا في النص، يبقى لما هاجي اعوض فين الحد الادنى لفئه الربيع الثالث؟ ال 25 زائد ترتيبه ال 22 ونص ناقص اللي فوقيه ال 20 على اللي قصاده الناحيه الثانيه ال 5، يبقى هو الترتيب بس اللي بيختلف لكن طريقه الحل واحده. ده ترتيب الوسيط نون على الاثنين، الربيع الاول نون على الاربعه، الربيع الثالث 3 نون 3 في نون على الاربعه. ادي بالنسبه للسؤال بتاع مقاييس النزعه المركزيه، هسيب لكم بقى ازاي تجيبوها بيانيا عن طريق ان انتوا ترسموا تكرار متجمع صاعد وهابط، هسيب لكم الحته دي ترجعوا للكشكول بتاعكم هتفتكروها.
طيب مقاييس التشتت، ايه هي مقاييس التشتت؟ خلينا نرجع كده للمحاضرات ونفتكر مع بعض. بس نزيح دي كده شوية. الرابع، مقاييس التشتت اللي انتوا واخدينها، اول حاجة المدى، وبعدين نصف المدى الربيعي، وبعدين التباين الانحراف المعياري. انا مظنش ان انتوا خدتوا الانحراف المتوسط، مش فاكرة بصراحة. طيب هناخد المدى، نشوف الاول ايه هو المدى. المدى ده حاجة بسيطة قوي، الفرق بين أصغر قيمة وأكبر قيمة في الفئات. يعني مثلا المثال اللي احنا شغالين عليه ده، أصغر حاجة في الفئات هي الخمسة، وأكبر حاجة 29، يبقى 29 ناقص 5 هو ده المدى. طيب شوف اللي فوقيها مثلا، شوف دي أصغر حاجة في الفئات الصفر، وأكبر حاجة ال 12، يبقى 12 ناقص 0 ب 12. طيب مثلا دي أصغر حاجة، دي نفس المسألة سوري. طب مثلا المسألة اللي أنا كنت بحلها على الإكسل، أصغر حاجة في الفئات الواحد، وأكبر حاجة 41، يبقى 41 ناقص 1 40، يبقى هي دي المدى. يبقى المدى الفرق بين أكبر حاجة آخر حاجة في الفئات وأول حاجة في الفئات، أول الكبير خالص والصغير خالص، ده كده المدى. طيب غير المدى بقى، عايزين نشوف التباين والانحراف المعياري. التباين والانحراف المعياري هما شبه بعض جدا، الفرق اللي ما بينهم انه التباين الانحراف المعياري هو جذر التباين. يعني من الاخر لو جبت التباين خلاص انا هعرف اجيب الانحراف المعياري. طب اجيب التباين ده ازاي؟ بجيب التباين عن طريق القانون ده، مجموع كاف في س تربيع على مجموع كاف ناقص مجموع كاف س الكل تربيع على مجموع كاف. هنشوف الكلام ده على طول، تعالوا نخش على مسألة على طول. اهو عندي زي المساله بتاعه الاكسل، في فئات اهوت وفي تكرارات. اعمل ايه؟ اول حاجه احسب مركز الفئه، اجيب مركز الفئه اللي هو س ده ازاي؟ زي الوسط الحسابي بالظبط. كنا في الوسط الحسابي بنعمل ايه؟ بنجيب الحد بنجيب الحد الادنى زائد الحد الاعلى على الاثنين. يعني مثلا انا عايز اجيب مركز الفئه هنا، يبقى الفئة دي من 30 ل 36 على الاثنين، 36 زائد 42 على الاثنين، 42 زائد 48 على الاثنين، وهكذا. مش هنا في رقم مخفي احنا اتفقنا؟ يبقى بجمع الرقمين دولت واقسم على الاثنين، هو ده س بتاعي مركز الفئة، زي الوسط الحسابي بالظبط. طيب وبعد كده اضرب بقى التكرارات اللي انا جايباها دي في س. يبقى التكرارات اللي عندي في المسألة اللي أنا جايباها من الإكسل هضربها في سين، وأعمل عمود جديد اسمه كاف في سين. بقت 33 في 1، 39 في 4، 45 في 8، وهكذا. كده جبت كاف في سين. بعد كده أجيب كاف في سين تربيع. أجيب كاف في سين تربيع إزاي؟ العمود اللي طلع ده أرجع تاني أضربه في سين. يبقى تاني أنا دولت جبتهم هما من الإكسل، هما المسألة عادي الجدول التكراري. أحسب مركز الفئة اللي هو سين، ده زائد ده على الاثنين، ده زائد ده على الاثنين، وهكذا. بعدين اضرب س في كاف، بعدين اضرب العمود اللي طلع اللي هو كاف في س، ارجع اضربه تاني في س عشان يديني كاف س تربيع. فبقت 33 في 33، 156 في 39، 360 في 45، وهكذا. طلعت كاف س تربيع. اعوض بقى في القانون ده، القانون ده اعوض فيه ازاي؟ مجموع كاف س تربيع، يعني ادي كاف س تربيع اهو، مجموع العمود ده على مجموع كاف، مجموع التكرارات اللي هو 36، ناقص مجموع كاف س الكل تربيع، يعني العمود بتاع كاف س ده اللي هو ال 1800 اخده اربعه، مجموع كاف س الكل تربيع، يبقى كاف س وربعه مقسوم على مجموع التكرارات اللي هم ال 36. طلع التباين. عايز اجيب الانحراف المعياري، حط الكلام ده تحت الجذر. مثال تاني اهو، عندي فئات وعندي تكرارات. اول حاجه احسب س، ده من 25 الى كام؟ يعني الى 35 مثلا. يبقى 25 زائد 35 على الاثنين، هنا 35 زائد 45 على الاثنين، 45 زائد 55 على الاثنين. كده حسبت مركز الفئه. بعد ما حسبت مركز الفئه اللي هو س، اضرب بقى كاف في سين، اعمل عمود جديد سميه كاف في سين، اضرب العمود ده في العمود ده، ما تضربش التوتال في بعضه.
لما تيجي تضرب ما تضربش التوتال ده في التوتال ده، لا احسبه من هنا، اجمع من هنا، يبقى المجموع هجمعهم في الاخر كله. طيب بعد كده اجيب كاف سين تربيع، يعني العمود اللي اسمه كاف سين اخده اضربه تاني في عمود سين، ضربته تاني في عمود سين يبقى اسمه كاف سين تربيع، واطلع الاجمالي بتاعه برضو اجمع من هنا. طيب مجموع كاف سين تربيع، اعوض بقى في القانون، مجموع كاف سين تربيع اللي هو الرقم ده ناقص، انا هنا عكس على فكره الاتجاهات عشان الارقام بالانجلش بس، لكن ده الاتجاه الصحيح للقانون، على مجموع كاف اللي هو 75 ناقص مجموع كاف سين الكل تربيع، فين كاف سين؟ اهو فين مجموعها؟ اهو ده كده اخده اربعه، الرقم ده كل تربيع مقسوم على مجموع كاف، ده التباين. عايز اجيب الانحراف المعياري احط الرقم ده تحت الجذر بس كده، ده كده كلام بسيط. انا لو مكانكم هشغل الفيديو ده وانا بحل خطوه بخطوه كده، اوقف شويه واحل وبعدين ارجع له تاني. طيب خلينا بقى نرجع، هو طالب ايه تاني؟ كده انا جبت مقاييس التشتت، انتوا بقى هتجيبوا الشرح التفصيلي للتعريفات والمدلول بتاع كل منها، طبعا هتعمل بحث بقى عن مقاييس التشتت يعني تكتب بقى شويه يعني شويه نظري. طيب عايز مقاييس الاختلاف والالتواء والتفرتح مع توضيح معنى كل منهما واستخدامهم. التوضيح والاستخدام برضو ده نظري، هتدور على جوجل ايه هي مقاييس الاختلاف، ايه هي معامل الالتواء، ايه هو معامل التفرتح، تسأل جوجل وتروح تجاوب على الأسئلة دي. المهم نحسبهم ازاي؟ دول ما فيش أسهل من السؤال ده. أول حاجة أنا هجيب هشوف كده من هنا من القوانين هتلاقيه في الأسبوع الرابع. اول حاجه معامل الاختلاف، ايه معامل الاختلاف ده؟ مش هقعد اقول ايه هو، انت هتقرا بقى وتكتب الكلام ده. معامل الاختلاف بجيبه ازاي؟ الانحراف المعياري على الوسط الحسي. طب مش احنا لسه يا اولاد الحلال حاسبين الانحراف المعياري؟ لما قلنا هو جذر التباين يبقى الرقم اللي هيطلع للتباين هجيب جذره، يبقى هو ده عين اللي هو الانحراف المعياري، واقسمه على الوسط الحسابي اللي هو جبناه اول حاجه خالص. يبقى الحاجات دي انا جبتها اوريدي، انا بشرح لكم دلوقتي جبنا الانحراف المعياري وجبنا الوسط الحسابي، هقسمهم بقى على بعض، عين على سين شرطة، سين شرطة دي اللي هي الوسط الحسابي اللي انا جبته، واضرب في 100. يعني انا هنا اهوت مثلا كنت جايبه الوسط الحسابي اهو 17 اللي هو ده الوسط الحسابي 17، قوم جايباه واسماه على الانحراف المعياري اللي احنا لسه جايبينه. او ده قانون تاني برضو احنا حاسبين حاجاته، اللي هو الربيع الثالث حسبناه ناقص الربيع الاول حسبناه على الوسيط حسبناه واضرب في 100. يعني دي كلها ارقام احنا حسبناها، هنعوض بس في الفورميلا دي. طيب بالنسبه للتفرتح مش هتلاقيه هنا، بس هو التفرتح قانونه سهل برده وبسيط، ده القانون بتاع مقياس التفرتح. Q3 يعني الربيع الثالث، معلش يا جماعه خدوا بالكم ده عشان انجلش فكتب في الاتجاه من الشمال، فبقى الربيع الثالث ناقص الربيع الاول، احنا هنا عشان عربي فكنا كاتبينه كده ربيع ثالث ناقص ربيع اول. المهم ان القانون نفسه اوت، الربيع الثالث ناقص الربيع الاول، جبنا ده وجبنا ده على الاثنين دي ثابته، ايه بقى البي 0.90 والاي 0.10؟ دي اسمها المئين التسعين والمئين العاشر. هنجيبه ازاي المئين التسعين والعاشر دول؟ يعني احنا محتاجين نحسب دولت بس. المئين التسعين ده عباره عن ده ان على 10، ده المئين العاشر ترتيبه ان على 10، يعني زي ما حسبت الوسيط والربيع الاول والربيع الثاني والربيع الثالث، زي ما حسبت كل الرباعيات دي، مش كنت الاول بجيب تكرار متجمع صاعد؟ فانت برضو هتجيب تكرار متجمع صاعد، وبعدين تجيب بقى ترتيب بدل ما الوسيط والربيع الاول والثالث هتجيب ترتيب اجي هنا اقول ترتيب المئين مثلا العاشر، قلنا ترتيبه ده بيساوي كام؟ نون على 10. يعني ايه نون على 10؟ يعني عددهم على 10، انا عندي عددهم هنا 30، 30 على 10 يبقى 3، يبقى ترتيب المئين العاشر هو الثالث، وهعمل نفس الخطوات دي بالظبط، احط الثلاثة، الثلاثة دي هتتحط هنا واعوض في نفس القانون ده، بس بدل ما هو الحد الادنى لفئة الوسيط هكتبها فئة المئين العاشر. طيب ونعيد نفس الخطوات، يبقى هو ده اجيبه القيمه دي هتطلع المئين العاشر. عايز اجيب المئين التسعين هجيب 9 نون على 10،
هجيب 9 نون، يعني 9 في 30 واقسمها على 10، يبقى ده الترتيب بتاعه، اشوفه ساكن فين واعمل نفس الكلام اللي احنا بنعمله في الوسيط كله. انا هبقى ابعت لكم الفيديو ده، اللي هو حله للاخر، يعني حله، لا هو حله بطريقة مختلفة شوية، مش هبعته لكم ولا حاجة. المهم ان انا كأني بجيبه، يعني هجيب وسط حسابي، هجيب وسيط وهجيب ربيع اول وربيع تالت، وهجيب مقين 10 وهجيب مقين 90، هجيبهم كلهم بنفس الطريقة بالظبط، بس الفرق الترتيب، ترتيب الوسيط نون على الاتنين، ترتيب الوسيط نون على الاتنين، الربيع الاول نون على الاربعة، الربيع التالت 3 نون على الاربعة، المقين 20 نون على 10، المقين 90 9 في نون على 10. ده كده ترتيب المقين 90 بيساوي 9 نون على 10، وكلهم هجيبهم بقى بنفس الطريقة من الجدول ده، وأقوم جاية في الآخر خالص معوضة في القانون بتاع التفرتح، اللي هو إيه؟ قانون التفرتح، الربيع الثالث أنا حسبته ناقص الربيع الأول على 2 في الرقم بقى، النتيجة النهائية بتاعت المقين 90 ناقص المقين 10، ده كده التفرتح. النقطة الرابعة بقى بيقول لي أوجد نسبة الحاصلين على أجور أقل من 80، يعني من الآخر كم واحد جايبين أقل من 80؟ قدامي كذا حل، يقعد أعدهم كم واحد جايب أقل من 80، والرقم اللي هيطلع عددهم ده هقسمه على 100، يعني مثلا أدي كم واحد جايب أقل من 80 هنا، وأدي واحد أهوت، 2 3، أدي في الصف الأولاني 3، أفضل أعدهم والرقم اللي هيطلع في الآخر أقسمه على 100. يا اما انا جايبه اوريدي التكرار المتجمع الصاعد، فاشوف في كام واحد جايب اقل من 80، مش احنا جبنا كده هنا الوسيط، جبت اقل من 5 واقل من 10، هتلاقي في خانه عندها اقل من 80، كام واحد اقل من 80 هو ده الرقم اللي انا هقوم واخداه، مش هاخده بس، هقسمه كمان على 100، يعني انا هنا كام واحد اقل من 20 هم 16، 16 من اصل كام؟ من اصل 30، عشان مجموع التكرارات 30، طب هنا 25 على 30 وهكذا. فدي نقطة سهلة قوي، هتعد كام واحد جايب أقل من 80 وتقسمهم على 100. طيب إذا اختير 5 عمال عشوائيا، أوجد التوزيع الاحتمالي للعمال الذين يحصلون على أكثر من 80. عايزين لو أنا خدت 5 عشوائيا، يعني لو غمضت عيني وخدت 5 عمال، ايه احتمال ان هو يبقى اكتر من 80؟ وطبعا دي تجربة اختبار ذو الحدين، او انتوا فكروا بقى ده ذو الحدين ولا بواسون، قولوا لي انتوا، يعني انتوا رأيكم ايه. انا اللي يهمني هنا ان انا الان نون بتاعتي 100، وانا من 100 دولت هاخد 5، عايزة بقى التوزيع الاحتمالي. يعني ايه التوزيع الاحتمالي؟ يعني اجرب مرة عند سين بصفر، ومرة عند سين بواحد، ومرة عند سين باتنين، ومرة عند سين بتلاتة، ومرة عند سين باربعة، ومرة عند سين بخمسة، أطلع احتمال كل واحدة فيهم لوحدها. طيب فين القانون بتاعها؟ القانون بتاعها عندكم في المحاضرات، هتلاقوه في محاضرة الأسبوع الـ12، ده القانون بتاع التوزيع ذو الحدين. بيقول نون قاف سين، يعني من 100، قاف دي علامة على الكالكوليتر هوريكم بنجيبها ازاي، يبقى 100 هختار منهم سين، سين احنا قلنا مرة هجربها بصفر وبواحد وباتنين وبتلاتة وباربعة وبخمسة، أنا هجرب الأول بصفر، فيبقى 100 هختار منهم صفر، ح هوريها لكم دلوقتي يعني إيه أس صفر، ولام هوريكم هي إيه أس 100 ناقص صفر، وأطلع الاحتمال. طيب إيه بقى لام وإيه سين؟ تعالوا نبص كده في المسألة وقولوا لي أنتوا إيه رأيكم. أنا عايزة ح ده الاحتمال، عايزه احتمال الناس اللي هتجيب اكتر من 80، يبقى كاني بسال نفسي سؤال، ايه نسبه الناس اللي اكتر من 80؟ قدامكم كذا حل، يا اما تعدوهم اللي اكتر من 80 وتقسموهم على 100 ويبقى ده الح، يا اما اقول دولت الاقل من 80 مثلا طلعوا 30%، يبقى اللي اكتر من 80 هيبقوا كام؟ 70%، ما هو دول مكملين لبعض، مش دول حدثين مكملين لبعض؟
يبقى لو دولت مثلا اللي اقل من 80 40% من العينه، يبقى اللي اكتر من 80 كام؟ 60% من العينه، يعني 100% ناقص الرقم اللي طلع هنا هو ده الحاء، يبقى الحاء بتاعي ده. طب واللام؟ اللام الاولاني اللي انا جبته في الاول، احنا قلنا ان دولت مكملين لبعض، يبقى اللام، ما هو اللام دايما انا بعرفه على انه هو واحد ناقص حاء. بالراحه كده تاني، انا الرقم اللي هيطلع من هنا ده كده اللام بتاعي. طب وعايز اجيب الحاء بتاعي، هو واحد ناقص او 100 ناقص الرقم اللي هيطلع من هنا، 100 لو انا شغال في المية او واحد لو انا شغال بالكسر، وانا طبعا لازم اشتغل المفروض بالكسر عشان اعرف اعوض في المعادله. فيبقى الرقم اللي هيطلع هنا دول مثلا عددهم طلع مثلا 30 من المية، فيبقى 0.3، ده كده الجزء ده هيبقى لام. طب والح واحد ناقص اللي هيطلع من هنا، يبقى الح واحد ناقص الرقم اللي هيطلع من هنا، وعوض في استخدام المعادلة دي. نون عددهم هختار منه صفر، فح الاحتمال اللي انا حاسباه اللي انا وريتها لكم دلوقتي اس صفر، فلام قص نون ناقص صفر، كده جبت الاحتمال عند صفر، اجيبه عند واحد، واجيبه عند اتنين، واجيبه عند تلاته، واجيبه عند الاربعه. هو ده تعريف التوزيع الاحتمالي اللي انتوا واخدينه، احنا بس بنراجع على الافكار اللي انتوا كنتوا واخدينها. طيب فاضل بالمناسبه يعني مش فاهم توزيع الباينوميال ده اللي هو ذو الحدين، انا بعت لكم فيديو المفروض بصوا عليه كده تاني، ولو ستيل في مشكله مش فاهمينها يعني او مش فاكرينها زمروا لي وانا ايه هعيدها معاكم تاني. اخر سؤال بقى ده سؤال توزيع طبيعي، فبرضو بعت لكم فيديو توزيع طبيعي بنعمله ازاي بالتفصيل. انا بس عايزه انبه عليكم ان في بدايه الفيديو هو مستخدم مين، يعني ايه مين؟ مين يعني وسط حسابي اللي احنا حسبناه في اول نقطه خالص. يبقى انا بدل ما في الفيديو كان في عنده مين اللي هو تقريبا كان 24 او حاجه، يبقى انا هستخدم الوسط الحسابي اللي انا طلعته. طب وكان عنده رقم تاني كان كاتب 24 شرطه 16، ايه بقى ال 16 دي في مسالتي انا؟ 16 دي قال الانحراف المعياري، الانحراف المعياري اللي انا حسبته في مقاييس التشتت. بس كده شكرا، لو في ستيل لسه مشكله قولوا لي ونوضحها مع بعض تاني.